السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من تاريخ المغرب الغابر على قناتكم التاريخية بامتياز قناة مملكة التاريخ المغربي. في الحلقة ديال اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على الروابط التاريخية بين المملكة المغربية وبلاد شنقيط في عهد السلطان محمد الخامس، كما أننا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى غادي نبينوا لكم السبب الحقيقي اللي دفع بالملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله باش أنه يتنازل غصبا عنه على إقليم شنقيط اللي أصبح جمهورية مستقلة اليوم. المهم بلا ما نطول عليكم، بغيت غير نقول لكم أنكم الآن بصدد متابعة الحلقة رقم 10 من موضوع الارتباط التاريخي بين المغرب وصحرائه اللي كنا بديناه من عهد المرابطين إلى عهد الدولة العلوية الشريفة. المهم بلا ما نزيد نطول عليكم فلنبدأ على بركة الله. غنبداو الحلقة ديالنا إن شاء الله تعالى بعد الاستقلال ديال المغرب بسنتين، وبالضبط في عهد السلطان محمد الخامس بطل التحرير رحمه الله. هذا الأخير اللي في سنة 1958 للميلاد، أي بعد استقلال المغرب بسنتين فقط، غادي يقرر باش أنه يزور الأقاليم الجنوبية، وبالضبط غادي يمشي لمدينة محاميد الغزلان اللي كتواجد على الحدود المغربية الجزائرية اليوم، يعني غادي يمشي للصحراء الشرق، لأن السلطان محمد الخامس رحمه الله كان كيعتبر الصحراء الشرقية صحراء مغربية، حيث كانوا الفرنسيين طلبوا منه باش أنه يأخذ هذه الصحراء، لكن السلطان محمد الخامس رحمه الله قال لهم الصحراء الشرقية هي موضوع كيخصنا حنا والأشقاء ديالنا الجزائريين. وفعلا كانت المقاومة الجزائرية وافقت على أنها تسترجع هذه الصحراء للمملكة المغربية مباشرة بعد الاستقلال ديالها، لكن مع الأسف ما فيهمش الخير. لكن ربما كون بقى بن بلة في كرسي الحكم كنا غادي نشوفوا دولة الجزائر دولة ديمقراطية، وكانت العلاقات المغربية الجزائرية مع عمرها ما غتخيب، وغتكون كتجمعنا معهم واحد الأخوة وعلاقة طيبة حقيقة. لكن بعد ما انقلب بوخروبة على بن بلة صبحت الجزائر دولة عسكرية وتغير، يعني كل شيء تغير في رمشة عين. واللي خاصكم تعرفوها الإخوان الجزائريين خاصة هو أن السبب اللي أدى إلى تنازل بن بلة عن الحكم ونجاح الانقلاب عليه هو عدم قبوله لإدخال الجنرالات الجزائريين اللي كانوا ضمن الجيش الفرنسي في الجيش الجزائري المستقل. وهذا الشيء راه دوى عليه بن بلة شحال من مرة. أنا غادي نخلي لكم بعض اللقطات اللي دوا فيها عن العلاقات المغربية الجزائرية والخير اللي قدمته المغرب لهذ الجزائريين اللي نساوا الخير مع الأسف. الذي يقوله هو أن يعني فعلا هذا النزاع ما بين الجزائر ومراكش يعني نعتبرها جاهلية بكل صراحة، وهذا معروف، أنا موقف معروف، يعني رفض هذا الوضع نعتبره بأن هذه عنوان متاع الانخراط متاع الذي وقع ما بيناتنا ومن إخواننا في مراكش. كان لها أسباب إلى آخره، وممكن يعني نرجع حتى بعيد إلى آخره، ولكن أنا موقفي معروف هذا، وحتى مع الأخر بتازي عرفوا إلى آخره. أنا أسعى باستمرار على أن نطوي هذه الصفحة، أدخلش في التفاصيل إلى آخره، وباستمرار هذا هو كلامي مع الإخوان في حتى لو ضحت الجزائر لصالح المغرب. نعم نعم، والمغرب والجزائر تاريخهما النضال مشترك، فيه مبادئ فيه أشياء إلى آخره، ولكن عيب علينا هذا الصراع الثمر، عيب هذا أقول ولا تردد فيه. لأن يا أخي إحنا ما فيش حاجة اللي يفرق ما بيننا وبين إخواننا في مراكش بكل صراحة. ثم وقت الثورة الإخوان المراكشين والله كانوا في جنبنا يعني، وعملوا المستحيل يعني فيه. والملك محمد الخامس لا ننسوا أبدا، ما في جزائري ينسى يعني يدوا البيض علينا، واعتبر بأن هذا ولكن مش ممكن يعني ندخل في التفاصيل الأخيرية في أشياء اللي مش ممكن يعني نتصرف كده. المهم أنا موقفي أعتبر بأن هذا عيب علينا، يعني عدود بالله عيب علينا. Nous estimons que si nous devons accepter un cadeau du colonialisme,
Mais mes mauvais cadeaux, c'est celui des frontières. Car si nous n'acceptions pas cela, si par référence à l'histoire, on voulait justifier l'existence d'un pays en refaisant la carte, en retouchant à la géographie, enfin aux frontières qui existent actuellement, eh bien, ce serait un précédent grave pour tous les pays, notamment pour l'Afrique. Et nous voudrions qu'à travers notre problème, une fois pour toutes, que ce problème soit clarifié. Ce n'est pas le seul problème. La Somalie a des problèmes avec l'Éthiopie. Elle a des mêmes problèmes avec le Kenya. Le Togo a des problèmes. Le Maroc a des problèmes avec l'Algérie, mais il les a avec la Mauritanie, il les a avec le Mali. Vous voyez la carte d'Al Al-Fassi. La carte d'Al Al-Fassi, eh bien, elle supprime tout simplement le Mali de la carte de l'Afrique. Elle va chercher les frontières sud du Maroc, eh bien, à Saint-Louis du Sénégal. لا اسمح لي هنا في نقطة خطيرة جدا ونقطة مهمة جدا. حينما في بداية حصول الجزائر على الاستقلال في العام 62 كان عدد الجزائريين المتورطين في الدخول إلى الجيش الفرنسي يزيد على 250 ألف جزائري. هؤلاء نصت فرنسا في اتفاقية إيفيان أو فرضت أن يسمح لمن أراد من هؤلاء أن يلتحق بالجيش الجزائري في الدولة المستقلة أن ينضم دون أن تعترضه. أيوة. وهنا حدثت أكبر عملية اختراق منظم للجيش الوطني الجزائري من خلال الجزائريين الذين كانوا فرنسيين في نفس الوقت أو يحاربون على جوار فرنسا. وكانوا ضباط. وكانوا ضباط وعندي أسماء وتواريخ سأتي معك بالتفصيل. لا وأنا لأن هؤلاء تبوأوا مناصب. لا أنا أكثر من هذا أنا مطلع على هذا وبغير تفاصيل مش ممكن نأخذ فيه لأن اللي يهمني هو الصالح العام الجزائري. هذه النقطة بالذات كانت من أسباب الخلاف الأساسي ما بين بومدين وأنا. إحنا الآن يعني حتى نفهم ما يدور على الساحة الجزائرية اليوم. أيوة. ما رده بالدرجة الأولى يعود إلى تلك الأيام الأولى من الاستقلال. وكيف أنكم أنتم كزعماء للاستقلال فرطتم في بعض الأشياء التي أدت إلى ما وقع في الجزائر بعد ذلك. أولا السماح لجنود فرنسا أو ضباط فرنسا الموجودين في الجيش الفرنسي بأن يلتحقوا بجيش التحرير الوطني بعد الدماء التي بذلها أبناء الجزائر الحقيقيون وأن يسيطروا بعد ذلك على الجيش وعلى السلطة في البلاد. هذا من اكبر الاشياء اللي انتم كمسؤوليه تاريخيه بتتحمل. المهم بعد ما شفنا معكم هاد الفيديوهات اللي كما قلت لكم كيأكدوا بلسان الرئيس الجزائري السابق بن بلة ان الخير ديال المغرب كبير بزاف على الجزائريين، لكن مع الاسف داروا فيهم بحال الحواله وكيخليوا الحقيقه واضحه وكيتبعوا الاعلام الفاسد ديالهم اللي كيبين لهم دائما المغرب انها هي العدو، وهذا غير صحيح لان احنا دائما كنمدوا لكم اليد باش نبداو صفحه جديده، لكن النظام ديالكم ما باغيش وكيزيد يحرضكم على الشعب المغربي وكيقول لكم راه هو العدو ديالكم رقم واحد. وفي هذا الاطار أشدد مرة أخرى بأن الحدود التي تفرق بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري لن تكون أبدا حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما، بل نريدها أن تكون جسورا تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر وأن تعطي المثال للشعوب المغاربة الأخرى. وبهذه المناسبة أهيب بالمغاربة لمواصلة التحدي بقيم الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما المغرب والمغاربة إلى جانبهم في كل الظروف والأحوال. المهم الإخوان رجوعا للسلطان محمد الخامس رحمه الله، كنا قلنا أنه في سنة 1958 للميلاد طبعا بعد استقلال المغرب مباشرة بسنتين غادي توجه ناحية مدينة محاميد الغزلان اللي كانت آنذاك قرية صغيرة فقط، وفي هذه المدينة غادي يدير السلطان محمد الخامس رحمه الله واحد الخطاب شهير اللي غيبقى للتاريخ واللي كيقول فيه بالحرف
إن ما يسعدنا أن تستقبلنا في قرية محميد الغزلان التي هي باب الصحراء من قبائل شنقيط، وأن نسمع إليهم ومعهم فقهاؤهم وأبناؤهم، وهم يؤكدون لنا كما أكد آباؤهم لجدنا تعلقهم بالعرش العلوي واستمساكهم بعروة المغرب التي لا انفصام عنها، وإننا نحيي نفوسهم الأبية وعزائمهم القوية ونرحب بهم في وطنهم وبين أهلهم، ونؤكد لهم بدورنا، وليبلغ الشاهد الغائب سنواصل العمل بكل ما في وسعنا لاسترجاع صحرائنا وكل ما هو ثابت لمملكتنا بحكم التاريخ ورغبات السكان، وهكذا نحافظ على الأمانة التي أخذنا أنفسنا بتأديتها كاملة غير ناقصة. ومن خلال هذا الخطاب نستنتج أن شنقيط هي أمانة وموروث من الأجداد، لأنها منذ عهد المرابطين وهي أراضي مغربية، وهي حق ثابت لمملكتنا بحكم عبق التاريخ ورغبات السكان، كما قال بطل التحرير رحمه الله السلطان محمد الخامس في هذا الخطاب هذا. لكن أهم حاجة عندنا في هذا الخطاب هو الوفود اللي كانت حجات المدينة المحاميد الغزلان للقاء السلطان. كانوا جاو بزاف ديال الناس من قبائل الصحراء الشرقية والغربية وكذلك من شنقيط، كلهم جاو كيجريو ومعاهم ولادهم باش أنهم يشوفوا السلطان ديالهم ويفرحوا به ويجددوا ليه البيعة. أنا غادي نخليكم تسمعوا لهذا الخطاب في واحد التسجيل اللي غيبقى للتاريخ لسلطان المقاومة والتحرير السلطان محمد الخامس رحمه الله. رعانا الصحراويين الأوفياء، لقد كان من الأمان العزيزة علينا أن نزور هذا الجزء من الصحراء المغربية ونجتمع بساكنيه لنشعرهم بما نوليهم وإياها من اهتمام، ولنحيي سنة حسنة زرع عليها ملوك المغرب من قديم. فكان من عاداتهم المألوفة أن يقوموا بزيارة الصحراء بين الحين والحين، متعرفين متفقدين لامين السعد قاضين الحاجات ناظرين في مصالح الرعية ساعين فيما يعود عليها بخير الخير العلي، وإن آخرهم أصول إليها جدنا المنعم مولاي الحسن الذي بلغ إليها مرتين ليؤكد وحدة المغرب وزيادة سلطته الشرعية على سائر أطرافه، عندما بدأت المطامع الأجنبية فيها تخرج الأعناق. وإن مما يسعدنا أن يستقبلنا في قرية المحاميد التي هي باب صحراء المغرب أبناء الذين استقبلوا ضدنا في قرية أخرى من الركبة وكلتا وأولدين وسواها من قبائل الصحراء السنغوطية، أن نستمع إليهم ومعه فقهاؤهم وأدباؤهم لنا، وإننا نحيي نفوسهم الأبية وعزماتهم القوية، نرحب بهم في وطنهم وبين أهلهم وعسيرتهم، ونؤكد لهم بدورنا، وليبلغ الشاهد منهم الغائب أننا سنواصل العمل بكل ما في وسعنا لاسترجاع صحرائنا وكل ما هو ثابت لمملكتنا بحكم التاريخ ورغبات السكان. المهم سيادنا، مباشرة بعد ما انتهى السلطان محمد الخامس رحمه الله من هذا الخطاب هذا، غادي يجيو عنده شخصيات اللي كانت معروفة في بلاد شنقيط، واللي كان من بينهم محمد ولد باه اللي كان عالم وتولى فيما بعد مدير الإذاعة المغربية عام 1960 بأمر من السلطان محمد الخامس. وهذا دليل آخر سجلوه عندكم، وهو أن أول مدير للإذاعة الوطنية المغربية كان من شنقيط، وهذا يعني أن شنقيط كانت أرضا مغربية وكان شعبها شعبا مغربيا.
أيضا كان من بين الوفود اللي قدموا البيعة ديالهم للسلطان محمد الخامس رحمه الله الداي ولد سيدي بابا، هذا الأخير اللي حتى هو تولى فيما بعد بزاف ديال المناصب في المغرب اللي ما كيتولاها إلا المغربي القح، وهي تولى رئيس المجلس النواب ثم مستشارا في وزارة الشؤون الخارجية، وفي العهد ديال الملك الحسن الثاني رحمه الله غادي يتم تعيينه كسفير للمغرب بدولة غينيا، وفي الأخير تم تعيينه وزيرا للأوقاف الإسلامية، وهذا حتى هو خاصكم تعرفوا أنه كان موريتانيا. إذن لو لم تكن شنقيط مغربية هل كان السلطان محمد الخامس والملك الحسن الثاني غادين ينصبوا هاد الناس هادو في مناصب مهمة في الدولة؟ أكيد الجواب هو لا، ولكن لأنهم مغاربة وضعوا فيهم الشرفاء العلويين ثقة ديالهم وعينوهم في مناصب مهمة وكبيرة. أيضا خاصكم تعرفوا أن المقررات الدراسية المغربية وكذلك حزب الاستقلال اللي كان هو الوحيد اللي كان حاكمها في ذلك الوقت راه كان دائما كينشر الخريطة ديال المغرب من طنجة إلى نهر السنغال، شيء اللي ما كانش كيعجب الفرنسيين وكانوا دائما كيتشكاو للسلطان باش ما يبقاش هاد الحزب هذا ينشر ذلك الخريطة بين الشعب المغربي، لأن الفرنسيين كان عندهم غرض بشنقيط أنها أرض غنية بالحديد والذهب، شيء اللي غادي يدفع بالسلطان محمد الخامس رحمه الله باش أنه يدير واحد الزيارة على الدول العربية باش يقنعهم في التصويت لكفة المغرب ضد استقلال موريتانيا اللي كان بدعم فرنسي، وبالفعل غادي يقدر السلطان محمد الخامس باش أنه يجمع 20 صوت من خلال هذا الدول هذه اللي مع الأسف هي دول مصنوعة من طرف الأوروبيين باش أنهم يتحكموا في مصير دول للتاريخ ديالهم أقدم منهم بآلاف سنين، لأن قبل 1912 كانت الدولة العثمانية والمملكة المغربية هما اللي كانوا فقط، ما كانش شي حاجة أخرى، لكن اليوم صبحنا كنشوفوا أكثر من 12 دولة عربية لم تكن قبل 1912، بل هي دول صنعها الأوروبيون باش حنا اللي تاريخنا كيرجع ل 30 قرن يولي المصير ديالنا في التصويت ديالهم، يعني يولي المصير ديالنا بين يديهم هما. وخاصكم تعرفوا أن المصير ديالنا غادي نكونوا خاسرينه من الديبار، لأن هالدول كلها محكومة من طرف الغرب، والحقيقة هي هذه، قبل 1912 لم تكن أي دولة عربية، كانت المملكة المغربية والدولة العثمانية فقط. المهم سيادنا في سنة 1960 وكما كان متوقع المغرب غادي يخسر بلاد شنقيط، وغادي يتم التصويت ضد المغرب، وغيتم إعلان موريتانيا جمهورية جديدة في المنطقة، وهذا الشيء كله حيت فيهم الغيرة، حيت حنا التاريخ ديالنا كيرجع ل 30 قرن، حيت حنا إمبراطورية منذ عهد الرومان، حيت حنا شعب قديم أقدم منهم بملايين السنين، وهذا الشيء بشهادة العالم وجمجمة تفوغال تشاهد على ما أقول. صوروا معايا تجمع عليك الدول الأوروبية كلها وكذلك الدول العربية، لأنك واحد الوقت كنتي حاكم الأندلس، بل كنتي كتدق على فرنسا في بعض الأحيان، وهادشي في عهد الموحدين وفي عهد المرابطين، عاد زيد معركة واد المخازن اللي كلاو فيها الأوروبيين واحد طريحة ديال المعقول، وسقطات مملكة البرتغال بسبب المغرب. وخاصكم تعرفوا واحد المسألة، هي أن الأوروبيين عندهم اتحاد منذ زمن، إلا مسيتي غا واحد منهم غادي تجمعوا عليك كلهم، عاد زيد أنهم ناضوا فرقوا الدولة العثمانية وخرجوا منها أنظمة كثيرة، الغرض منها هو التحكم فيهم ضد المغرب اللي بالنسبة للدول العربية هو إمبراطورية كيرجع التاريخ ديالها ل 30 قرن، وهما غالبارح تعطاتهم استقلال اسمي باش أنهم يتحكموا فيهم من بعيد. المهم الإخوان كما قلت لكم قاعدوك 20 دولة عربية اللي كانت عطات الموافقة ديالها للسلطان محمد الخامس غادين يخويو بينا وغادين يصوتوا ضدنا في الأمم المتحدة، لكن رغم ذلك المغرب ما غاديش يوافق على استقلال موريتانيا تل سنة 1969، السنة فاش غادي تحرق المسجد الأقصى، وقرر أمير المؤمنين الحسن الثاني رحمه الله باش أنه يعجل بواحد المؤتمر للدول العربية باش يشوفوا مصير هاد الأحداث اللي كتوقع في القدس
الشريف، وكان لازم على الملك الحسن الثاني رحمه الله باش انه يوجه الدعوه لرئيس موريتانيا. علاش؟ باش ما يقولوش الدول العربيه وكذلك الغربيه ان الحسن الثاني ما عيطش على رئيس موريتانيا اللي العالم كامل معترف بهم كدوله، اذا غادي يكون هذا المؤتمر ناقص. لذلك وعلى قبل المسجد الاقصى غادي يتنازل الملك الحسن الثاني عن بلاد شنقيط، وغادي يعيط على رئيس موريتانيا باش يحضر لهذا المؤتمر، وكان هذا اعتراف رسمي من المملكة المغربية بدولة اسمها موريتانيا حديثة التأسيس آنذاك. والسبب كما قلنا هو في سبيل القدس والمسجد الأقصى أول قبلة للمسلمين، وهذا راه ما خفيش على المغاربة، لأنهم في عهد صلاح الدين الأيوبي كانوا المغاربة مشاو في عهد الموحدين أيضا وجاهدوا ضد النصارى وفتحوا القدس وباب المغاربة، وكذلك حي المغاربة اللي متواجد تما في فلسطين يشهدوا عن كلامها. وبين قوسين خاصكم تعرفوا أنه في سنة 1969 أي سنة فاش غادي يجمع الحسن الثاني رحمه الله قادة الدول العربية، فهذه السنة هذه غادة تأسس لجنة القدس اللي كان المؤسس ديالها هو الحسن الثاني رحمه الله، والرئيس ديالها الحالي هو الملك محمد السادس حفظه الله. وهذا ميساج موجه لهذوك اللي كيقولوا ماذا قدم المغرب للقضية الفلسطينية. احنا سيدي سمحنا في نص الإمبراطورية على قبل القدس، سمحنا في الأرض اللي استرجعوها جدودنا بدمهم على قبل القدس الشريف. حاجة أخرى بغيت نطرق لها وهي بخصوص هاد الجيران الشرقيين اللي كيقولوا لنا ماذا قدمتم للقضية الفلسطينية. واش كتعرفوا الإخوان أن المملكة المغربية عندها سفارة خاصة بها في وسط فلسطين في مدينة رام الله. هناك سفارة إلى يومنا هذا تتواجد، سفارة مغربية تتواجد بالأراضي الفلسطينية. في المقابل الجزائر ما عندهاش سفارة خاصة بها في فلسطين، وهذا يعني أن الجزائر ما كتعترفش بفلسطين 100%. الجزائر ما كتعترفش فلسطين رسميا. وكونوا رجال وديروا تنتم سفارة جزائرية في الأراضي الفلسطينية، ماشي أنكم ديروها في السعودية خارج فلسطين وتقولوا هذه سفارة تابعة لفلسطين، ولا حادقين غف في المنابر الإعلامية وانتم ما عمركم ساعدتوا الفلسطينيين وخفضوا الأرواح. ولا ننسى أيضا أنه في عام 1969 بعد أن حرق المسجد الأقصى دعا جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني إلى مؤتمر إسلامي، ليس إلى فقط الجامعة العربية وإنما إلى مؤتمر إسلامي. وكان في ذلك الوقت لابد أن تحضر موريتانيا، وموريتانيا لا يعترف بها المغرب، فأصر جلالة الملك من أجل فلسطين أن يضحي وأن يعترف بموريتانيا حتى تحضر هذا المؤتمر وتبدأ بداية المؤتمرات الإسلامية، وتكون المغرب هي أو جلالة الملك هو رئيس للجنة القدس. ومنذ ذلك التاريخ والملك يترأس هذه اللجنة، لأن القدس كما هي عزيزة على قلوبنا جميعا فهي عزيزة أيضا على قلب كل الشعب المغربي وعلى رأسهم صاحب الجلالة. نحن لسنا غرباء عن المغاربة وليسوا غرباء عنا، فكلنا يعرف أن في القدس حي المغاربة، وليس فقط في القدس وإنما في كل بلدة فلسطينية يوجد هناك المغاربة الذين جاءوا من أقصى الأطلس إلى فلسطين ليقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني. نحن إن كنا ننسى فلا يمكن أبداً أن ننسى أن الشعب المغربي كان يناصر الثورة الجزائرية، وعندما حصل الجزائر على استقلاله في أوائل الستينات تحولت لجنة نصرة فلسطين المغربية مباشرة لتكون لجنة نصرة من الجزائر إلى فلسطين.
وهذه اللجنة موجودة للآن، تمثل فيها كل الأحزاب المغربية. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا، لان الا بقينا مقابلين هاد الجيران ما غاديش نساليو، حنا كبر من اننا نناقشوا وحدين مرفوع عليهم القلم. المهم سيادنا، رجوعا للموضوع ديالنا، سنه 1975 غادي يقرر الملك الراحل العبقري الحسن الثاني رحمه الله باش انه يدير المسيره الخضراء اللي كانت سبب في استرجاع الصحراء المغربيه من ايادي المستعمر الاسباني. ومباشره بعد خروج اسبانيا من الصحراء المغربيه غادي ينعقد مؤتمر الجزيره الخضراء اللي بالموجب ديالو غادي يتم تقسيم الصحراء الى نصفين، النصف الشمالي غادي يتعطى للمغرب والنصف الجنوبي غادي تعطى لموريتانيا. هاد الأخيرة اللي غادي تنهزم في معركة بينها وبين عصابة البوليزاريو وغادي تنازل على الحق ديالها في الصحراء لصالح عصابة البوليزاريو، إلا أن الجيش المغربي غادي يلخبط الخطة ديال عصابة الجنرالات وغادي ينقض على إقليم والذهب، الشيء اللي غادي يدفع بالعصابة ديال البوليزاريو باش أنهم يرجعوا للجحور ديالهم في تندوف. المهم الإخوان، خاصكم تعرفوا أن موريتانيا انفصلت عن المغرب غصبا عنها، وإلى اليوم ما زالت تعاني هذا الانفصال لأنها مع الأسف ما كانتش قادة تحافظ على إقليم والذهب وتحميه من دوك البوليزاريو ديك العصابة، وعساك أنها تحمي واحد المليون كيلومتر من الأراضي ديالها، يعني ما قدروا حتى أنهم يحميوا إقليم صغير عاد أنهم يحميوا دولة على قدها. باختصار راه رجوع المجد لموريتانيا غادي يكون نهار غادي ترجع موريتانيا للأصل ديالها. راه خاص الموريتانيين يعرفوا أنهم خوتنا وجدودهم كانوا مغاربة كيبيعوا العرش المغربي، والدليل راني عطيته لكم في 10 ديال الحلقات متتالية راه غتوجدوها في القناة. نهار غادي ترجع موريتانيا للمغرب ولو بحكم ذاتي، وراه ما فيها عيب، المملكة المتحدة راه كتحكم ويلز، كتحكم إيرلندا الشمالية، وكتحكم سكوتلندا، لكن الملك ديالهم هو ملك بريطاني. لذلك نهار غترجع موريتانيا الى ارضها الى اصلها، كونوا على يقين غادي تحميكم الجيوش المغربيه البواسل، وغادي تسمع الكلمه ديالكم في افريقيا في جميع المجالات، لانكم راه تبارك الله خرجوا من عندكم علماء اللي ضاربين في التاريخ واللي ذكرناهم في هذه 10 ديال الحلقات الماضيه واللي كانوا يبايعون العرش المغربي. المهم الإخوان، تلهنا كنكون وصلنا لنهاية واحد الموضوع كبير ومهم في تاريخ مغربنا الحبيب، وهو بخصوص مغربية بلاد شنقيط. بدينا معكم القصة من المرابطين تل العهد الحديث، غير هو ما تنسوش تبارتاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم على نطاق واسع باش يوصل كلامنا لأي واحد يشك في مغربية إقليم شنقيط. كنطلب منكم غير البارتاج باش نوصلوا تاريخ ديالنا للناس وحدين اخرين اللي عندهم رغبه في التعرف على التاريخ المغربي الموري القديم. وبالبارتاج ديالكم غادي يوصل الفيديو لبزاف ديال الناس، وغتكون خديتي اجر ديال انك شاركتي واحد المعلومه مع واحد الشخص اللي ربما غادي يكون طالب علم عنده بحث في هذا الموضوع هذا. المهم ما نطولش عليكم، ما تنسوش تدعمونا بواحد لايك باش نعرفوا شحال من واحد عجباته هاد الحلقه هذه وكذلك هاد المحتوى اللي كنقدمه. والا كيبان لكم ان هاد الفيديو يستحق بطائق الشكر غادي نكونوا ممتنين لكم، بل راه غتكونوا ساهمتوا في دعم محتوى ديال ولاد بلادكم اللي خدامين في نشر الحقائق وطمس كل الاكاذيب بخصوص تاريخنا العظيم. اللي عنده شي تساؤل يخليه لنا كالعاده في التعاليق، راه ان شاء الله غادي نجاوبكم على جميع الاسئله ديالكم، كما انني ادعوكم الى الانضمام الينا بكثره على مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى اللي هي قدامكم دابا، فيسبوك، واتساب، تيك توك، منصه اكس، انستغرام. جميع الروابط غادي تلقاوها في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو. الا كنتي مهتم بتاريخ المغرب تقدر تعجبك هذه الحلقه اللي قدام.